أولا شهر الصوم هو للمسلمين جميعا، فإذا كانت عبادة الصوم لا تجمعنا فما الذي يجمعنا؟ يعني إذا كان ربما نصلي متفرقين، ربما يصلي الشيعي في مسجده والسني في مسجده، لكن الصوم هو يجمع كل المسلمين على اختلاف مذاهبهم ولغاتهم وأجناسهم، فإذا كان هذا لا يجمعنا إذا نحن أمة لا تستحق أن تبقى، ولذلك نحن نحرص أن تكون هذه العبادات جامعة لنا جميعا دائما. فلذلك نحن حرصنا على أن نقوم بشيء ما للم كلمة المسلمين، ولو اتقوا الله ولو بشق تمرة، هذا من نوع من الوسائل التي نتقي الله بها، ولو بشق تمرة، ولو نعطي مسلما آخر تمرة يفطر عليها أو يفطر بها. وشهدنا أن هذا الإفطار الرمضاني ولله الحمد تخرج منه جميع من نعرف من المناضلين من المجاهدين، فمنهم من دفعته الأيام ليصبح رئيس وزراء في العراق أو في حتى في تونس، ومنهم من شاءت الإرادة الإلهية أن تمتحنه ويزج به في السجون. هناك الأستاذ حسن والشيخ علي سلمان كان يوما من الأيام يستقبلون الضيوف، الآن هم مغيبون في السجون، لكن هناك أيضا آخرون منهم من فتح الله عليه وأصبح مسؤولا عن بلاده رئيسا لوزراء، وفي الحالتين هي محنة. يعني أنا لا أعتقد أن من يصبح رئيس الوزراء أو أن رئيس وزراء العراق اليوم أقل فتنة أو يتعرض لفتنة أقل من الفتنة التي يتعرض لها أستاذ حسن مشيمع، محنة، وكلاهما محنة يعني. وبالتالي هذا يتعبد لله من زنزانته في زنزانته، وهي عبادة عظيمة من داخل السجن، يعني تذكرنا بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام. والآن عندما نسمع، ومنهم من يتعبد لله ويعتقد أنه يؤدي خدمة من خلال المنصب، ندعو الله لهم بالتوفيق جميعا، لكننا دعاؤنا دعاء هؤلاء الإخوة الذين يحضرون هو لمن هم وراء القضبان، لأن هؤلاء صدقوا الله ما عهدوا عليه، يعني لم يتراجعوا، لم يتخلفوا، لم يطأطئوا هامتهم، لم ينكسوا أعلامهم يوما، راياتهم مرفوعة دائما. ونتذكر هؤلاء الأبطال الذين كانوا معنا وشاركونا الإفطار هنا، وتحدثوا لنا وأفادونا بعلمهم وبصلاتهم، وأموا الجماعة وصلينا وراءهم أئمة ونحن مأمومون. هؤلاء لا ينسون، وقلوب المؤمنين تخفق حبا لهم ودعاء من أجل فك أسرهم. ولذلك أنا لا أشعر إلا أن هذا الطريق هو طريق الأنبياء الذين يجمعون الأمم، وطريق الأئمة، طريق الصالحين، طريق الدعاء، طريق المظلومين، طريق الإمام موسى بن جعفر في السجن، وطريق حسن مشيمع وعبد الوهاب حسين في السجون، وأيضا في غرف التعذيب. ولذلك في هذه الليلة وأنا أرى هؤلاء الجماعة تذكرت هؤلاء، تذكرتهم لكن لم أكن متحدثا فلم أشير إليهم كثيرا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم، لكن رؤوسنا مرفوعة بهم، بهؤلاء هم رفعوا الرؤوس لم ينكسوها، إنما ينكس رأسنا من يتنازل، من يهادن الظلم والطغيان، أما من يقارع الظلم والطغيان فهذا يرفع الرأس، ونحن رؤوسنا مرفوعة لأنهم صمدوا، لأنهم في السجون، والحمد لله رب العالمين.